كان رسول الله في المسجد وحوله المسلمون يستمعون إليه وهو يمنحهم الدروس والعظات ويعلمهم من أمور دينه. فدخل أعرابي إلى المسجد، رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للصحابة من حوله: هذا الرجل يريد غدرا، والله حائل بينه وبين ما يريد. يا قوم، أيكم ابن عبد المطلب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا ابن عبد المطلب. ابتعد يا رجل عن رسول الله. يا رسول الله، هذا الرجل غادر، إن معه خنجراً. فطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسيد بن حضير والصحابة أن يطرقوه وأن يحضروه إليه. دمي يا محمد. فطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأعرابي أن يصدقه القول. قال له: من أنت ومن أقدمك؟ فإن صدقتني فقد نفعك الصدق، وإن كذبتني فقد اطلعت على ما هممت به. فأنا آمل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنت آمن. لقد منحني أبو سفيان مالا ووعدني بكنوز الأرض ذهبا، إذا أتيته برأسك. هذا هو الصدق يا محمد. فأمر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أسيد بن حضير أن يضع الأعرابي في منزله حتى الصباح ليرى ماذا سيفعل في أمره.